شديد انه خاسس جدا. ربنا طبعا رجعه بالسلامه وربنا يشفيه في كل مريض. دي صوره الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، هو بيستقبل كابتن محمود الخطيب في المطار. اولا كابتن الخطيب من اكتر الناس اللي انا بعشقها وبحبها ورمز الكوره. اما تتكلم على الكوره لازم تقول محمود الخطيب، لو هتعد 3 4 2 3 لازم تقول الخطيب. لو هتقول واحد يبقى الخطيب، يعني خطيب حسن شحاته يعني، لا يعني الخطيب ده رمز الكوره. دكتور اشرف صبحي يعني صديق وانا اعتز بصداقته، وراجل محترم من 20 سنه. او نخليها 15 عشان ما نكبرش نفسينا، خليها 15. راجل محترم. بس الدكتور اشرف صبحي كوزير للشباب والرياضه اما يروح يقابل كابتن خطيب في المطار، لا ما ينفعش. ما ينفعش، لا يجوز كمان. كوزير الشباب والرياضه راح تقابل كابتن خطيب ان هو نجم الكوره الكبير اللي هو بيبو اللي هو رمز الكوره، انا معاك. انا معاك، ما عنديش اي مانع. لكن انت انك رايح تقابل رئيس النادي الاهلي، لا ما ينفعش. وبعدين ده لو رئيس اي نادي اي تاني يا دكتور اشرف هتروح تقابل في المطار؟ لا والله ابدا. طب انت سالت على المستشار جلال ابراهيم اللي في المستشفى بقاله شهر، اللي هو رئيس تاريخي لنادي الزمالك؟ اشك. هو ممكن انت لو عرفت هتسال، لا بس انت ما ينفعش انت وزير الشباب والرياضه تروح المطار، لا ما ينفعش، كبيره، انا شايفها كبيره. طب سالت على كابتن مدحت فقوسة الراجل اللي هو بعيان، بالمناسبه كابتن مدحت فقوسة بخير يا جماعه، عشان الفيسبوك ده بيقعد يملى حاجات اخبار كده مغلوطه يعني ربنا يديله الصحه طول العمر. فانا عايز اقول للدكتور اشرف صبحي، لا انت رمز الدوله، انت رمز كبير قوي، ما ينفعش تخش في القصه دي. هي شيء اعلامي كويس، شيء اعلامي كويس وحاجه فله، لكن انت وزير الشباب والرياضه، وزير الرياضه المصريه كلها، تقدر بتليفون تقدر يا سيدي بقى مكان الخطيب يرجع تزور النادي الاهلي وتطمن عليه وكل حاجه، لكن انت رايح تستقبله في المطار؟ لا. وضع طبيعي ان الاستاذ العمري فاروق واعضاء مجلس اداره الاهلي يروحوا في المطار، وضع طبيعي ان اكثر ناس زملكاويه يروحوا المطار جماهير ويستقبلوه، لكن وزير الشباب والرياضه دي سابقه، لا انا مش مقتنع بيها ومش لاقي لها اي مبرر بصراحه يعني. طبعا ده لا يمنع الود مع الدكتور اشرف صبحي الوزير المحترم، والتقدير وكامل التقدير للكابتن خطيب اللي هو رجع سليم لبيته ان شاء الله. عايز اتكلم الاول على بمناسبه انتفاضه الدوله للاهلي. انا واضح ان في انتفاضه يا جماعه. استاذ محمد كامل، استاذ محمد كامل برضو مطلع برضه تويتر غريبه برضه، يعني استاذ محمد كان هو رئيس مجلس اداره برزنتيشن، بيقول الحمد لله على السلامه يا صاحبي، والله في شغل كتير مستني، ربنا يكرمك. طب ماشي ربنا يكرمنا، ايه المشكله؟ ما فيش مشكله. وعلى فكره راجل محترم، وكل مره هتيجي سيره برزنتيشن اقول ان هي اضافت للكره المصريه كلها وساعدت الانديه كلها.